هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية بمدينة برج العرب الجديدة. أكد مدبولي خلال جولته التفقدية أن صناعة الزيوت في مصر تعد من الصناعات الواعدة التي لديها فرص للنمو، مشددا على أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في هذا المجال من أجل توفير احتياجات السوق المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الربط بين الزراعة والصناعة.